السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مصرنا في الستريم، حياكم الله في فيديو جديد. طبعا اليوم رسمنا، كنا بالأحرام اليومين، طبعا سحبت عليه سيفون. نعيد القصة، سحبت عليه سيفون سباستيان ستار دو بالي، طبعا من اكتوبر عربي، والحين نص 11 متى بخلص باقي الرسمات. المهم الحين رجعت عشان أرسمها، لأن كنت أسوي أشياء أخريات، فن أرتات أخريات. فاليوم رسمتنا بتكون حق سباستيان مستر دو فالي، طبعا في أوفت جديد مسوينا كونسرت إب، طبعا أكيد أنا جايبة العين، بس ننتظر أبديت، نبغى نشوف صراحة. وهاللعبة اللي تخلي الواحد مخبول هي، صح كنت ألعب قبل هابرس مون ذا ويند اوف انتوي، وايد حلوه اللعبه يا اخي، ما كنت بودرها بس لازم اودرها، عندي وايد اشرطه بعد العالم كتير يا ربي. فكره درزمنا طبعا وينتر ثيم نفس ما يقولون، عنوانها ووكينج وذ يو، خاطري في الاحلام. انزين عندنا سباستيان يمشي مع المين كاركتر، سواء كانت بنت ولا ولد، نفس ما قلنا نسولف في الثلج كذا. طبعا نحن ما عندنا ثلج، لكن شو نقول، الحمد لله كل حال. والثيم ايس، يمكن شوي عدت تلوين بعض الاشياء كذا مره، بني انا ما ارتاح من اول مره، في شيء عيبني، في شيء ما عيبني، لكن ان شاء الله 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 تعجبكم. انا مستانسة على هالرسمه، إن شاء الله رب العالمين تستارزون عليها ناس ما أنا مستانسة عليها وفرحانة أكثر عن رسمتي حق هول. يا الله والله كانت مأساة، بعد ما خلصت الأرض حبة هي قصة بعد جانبية حق قصة هول إن شاء الله. ونتمنى أن الرسمة تعيبكم. طبعا رسمت قطرة الماء اللي يحبها، وطبعا هو يحب الضفادع، وسويت بن بعد القطوة مالتي شخصيتي. زين البداية كنت بخليها عادية، بس بعدين غيرت رأيي، قلت إنه لو غروب أو شروق جي بيكون حلو، فطلعت الفكرة حلوة ما شاء الله علي. بسم الله ما شاء الله، لو أحزن عمري بعدين يستوي شهر ما أرسم شيء. وبس هذا يعني، هذا اللي عندي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعجبكم الرسمة يا جماعة الخير. وطبعا إيه صح، خبروني إذا في شيء تكون يرسم حق ستار دو فالي، خبروني. الحين الرسمة الجاية بتكون حق جود هي ولا جود جنة، حقها أعتقد بتكون تشيبي، بعدين برسم سباستيان تشيبي، فخبروني إذا تبوني أرسم واحدة من الشخصيات سواء كانت تشيبي أو بوست كارد نفس كذي. وشكرا طبعا، لا تنسون تسوون سبسكرايب وتسوون لايك وشير على الفيديو، وجزاكم الله الخير، ونشوفكم إن شاء الله فيديو جديد إن شاء الله، وإلى اللقاء.